فكانت بريطانيا توحي إلى هؤلاء الناس تقول لهم هل تريدون أن تتمتعوا أنتم أيضا بتقدم كالذي تتمتع به أوروبا الآن؟ نعم، الطريقة إلى ذلك، الطريقة الوحيدة هي أن تطوروا الدين عندكم كما طورنا الدين نحن عندنا. نحن أيضا كنا متخلفين، نحن أيضا كنا نعم متخلفين علميا تقنيا، لكن لم نستطع أن نتحرر من تخلفنا إلا بعد أن طورنا الدين. ماذا صنعنا؟ كيف طورنا الدين؟ فصلنا الدين عن الغيبيات، ألغينا كل شيء اسمه غيبي عن الدين، وجعلنا الدين عبارة عن مجموعة شرائع ومجموعة سلوكات أخلاقية يمارسها الإنسان بينه وبين ربه. أما ما يتعلق بالغيبيات والخوارق وما إلى ذلك فلا يمكن أن إذا أردنا أن نكون علميين لا يمكن إلا أن نحرر أنفسنا منها. علم وغيبيات ما بيصير، علم وإيمان بالخوارق ما بيصير. هكذا أوحت بريطانيا إلى ثلة من قادة الفكر الإسلامي في القاهرة. طبعا انطلت هذه الخطة على أذهان طائفة، لا أقول الكل، طائفة من العرب والمسلمين آنذاك. أخذت بريطانيا تبحث عن هؤلاء الذين انطلت على أذهانهم الخطة البريطانية، أخذت تتعرف عليهم ونصبتهم مسؤولين في الأزهر. نعم، فجاءت بالشيخ مصطفى المراغي رئيسا للأزهر لأنه كان متأثرا بهذا، وجاءت بمحمد فريد وجدي نصبته رئيسا لتحرير أكبر مجلة في العالم العربي والإسلامي آنذاك وهي مجلة نور الإسلام التي يصدرها الأزهر. بعد أن كان رئيس تحريرها ذلك العالم الجليل الرباني محمد الخضر حسين، نعم، الشيخ محمد عبده هو الآخر تأثر تأثرا كبيرا بهذه الأفكار التي كانت تبثها بريطانيا. في المناسبة بعد أن كان الشيخ محمد عبده الرجل الذي يقف في وجه الاحتلال البريطاني، والغريب أن هذا الرجل له مرحلتين في حياته، المرحلة الأولى من أفضل ما يمكن، المرحلة الثانية تأثر تأثرا عجيبا بهذا الخطب هذه المكيدة البريطانية. له تعريف عجيب وغريب للنبي، وقد سمعتم تعريف النبي قبل درسين. نعم، ماذا يقول؟ يقول في شرح له أو في تعليقات له على كتاب اسمه شرح جلال الدين الدواني في العقيدة، يقول: قد يعرف النبي بإنسان فطر على الحق، فطر مو وحي، فطر على الحق علما وعملا، أي بحيث لا يعلم إلا حقا ولا يعمل إلا حقا على مقتضى الحكمة، وذلك يكون بالفطرة أي لا يحتاج فيه إلى الفكر والنظر. فإن فطر أيضا على دعوة بني نوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيضا. يعني العمود الفقري في النبوة والرسالة هو الفطرة وليس الوحي. يا سبحان الله.